هكذا، شكون سمح له باش يطلع؟ شوف احنا تبعنا كما قال واحد خويا، تبعنا شي امور مع الفريق الوطني، عشنا معاه ورانا نتبعوا في امور بزاف. واحد كي الجماعه يحبسوا لك الانترينور، جزنا احنا كلاعبين كيكون لو جروب، يتحكم في كلش، يجيبوا ان جوار، لا ما اكسبتيناش احنا لي زونسيان جوار، ما اكسبتيناش، مسكين ما يدخلش كاع، ما يضاداتاش وما يتلعبش ونديروا له حكايه وكذا. لا ميم شوز واش يصرى الفريق الوطني، الفريق الوطني لازم تكون يد من حديد تضرب كاع الغاشي. اللي هي دار فيها اليوم روراوا وقال انه هذا عطى لجورج ليكانس الحريه في ابعاد من يشاء، هذه هي النقطة اللي كان نحوسوا عليها. ايه روراوا شاف باللي الدعوة راهي سافا با، ولكن شاف الحد الحد. هل هو تصريح من اجل فقط الهاء وهو تحت الضغط، ام انه خسارة امام نيجيريا هي اللي خلاته عرف انه ضروري الان يبدا يتدخل؟ شوف هو تدخل بالك تنجم تقول متاخر، ولكن شاف بالك يقول بالك اللاعبين عندهم الحق، دوك انت دوك انا مانيش نحامي على روراوا ولا نحامي على اللاعبين، يشوف دوك انت ما تنجمش في دار تروح بالخبز تضرب اولادك ودير فيهم مشاكل. صحيح تي برون طونطون، قال تعرف المشكل وين راه. اليوم بالك روراوا عرف المشكل باللي راه في اللاعبين. صحيح رفيق، من لا يساعده يطرده، يقدر لكاس يديرها ولا لا؟ مانيش موافقك شيخ في هذه. اليوم روراوا من جانب انا مانيش طبيب نفساني، ولكن انا مقتنع انه يحب يقود يدي لابريس الجيريان والراي العام الى مكمن الخلل، وكانه يقول اليوم اكتشفنا الخلل، اليوم في اللاعبين، وانا نفوكاليزو كاع اللاعبين والبحث ماشي مليح وهذا اللي جوا ما لعبش مليح، ونفوكاليزو على السطات تكنيك، ونفوكاليزو على كوب دافريك. توجيه الراي، هو يوجه الراي الان باش ننساو باللي هو اصلا سوسه، هو اصلا عاود نرجع للمشكل. نشرك لاعب دولي السابق عبد الحميد مراكشي، مش عارف اذا هو معايا على المباشر. مساء الخير، مرحبا. مساء الخير اخويا، الله يحفظك والله يصبرك، وشكرا على الاستدعاء وشكرا على المكالمه. اهلا وسهلا، من الفتره ما سمعناش عبد الحميد مراكشي. نرحب بكاع البلاطو اللي سمعتهم مليح وراني فهمتهم مليح، بالك فهمتهم شويه بالك تسمحوا لي باسكو راني نسمع فيهم مليح. نظن باللي لا ماجوريتي تاع البلاطو عنده الصح، عنده الصح. ما احنا ما راناش نهضروا على فريق تاع بلدية الجزائر ولا فريق اتحاد الجزائر ولا فريق مولودية تعرف، رانا نحكوا على الفريق الوطني، وكل واحد يغير على الفريق الوطني، وكل واحد يحب الفريق الوطني. كاع الناس اللي راهم حاضرين في البلاطو عندهم كيما نقول لك خبره وتجربه في الفريق الوطني، وعندهم خبره وتجربه في الميدان الرياضي. مي انا جو كيما نقول لك غادي نهضر الصراحه. معليش تفضل. يعني انا ما نظنش باللي الفريق الوطني بلا بحارس ما عندوش يعني فريق، ما عندوش فريق ويلعب تيتولار بوندون دو زون ودمي، يلعب تيتولار هذه زعما الا يوافقني فيها البلاطو، يعني لا يوافقني فيها الناس اللي راهم حاضرين واللي يلعبوا الفوتبال وكذا. انا باش نشوف باللي حارس ما عندوش فريق يعني موك دو كومبيتيسيون يديروه تيتولار بوندون دو زون ودمي، هذه عيب، هذه حرام، هذه تبدي رانا نلعبوا في فريق تاع حومه، راناش نلعبوا في فريق وطني. هذه وحده. زوج، الدفاع تاعنا ضعيف وكاع الناس شافت باللي ضعيف وكاع الجزائر شافت باللي ضعيف. علاش تحط لي انا مجاني وعلاش تحط لي مندي وعلاش تحط لي بالقروي؟ عندنا ما عندناش لاعبين، ما عندناش دفاع، عندنا بالعمري، عندنا دي جواغ اللي يقدروا يمثلوا الفريق الوطني احسن تمثيل. انا مانيش نقول باللي ما يعرفوش يلعبوا ولا ما عندهمش علاقه بالفوتبال ولا ما عندهمش بلاصتهم في الفريق الوطني، مي راهم تقال يا خويا. احنا نقطه الضعف تاع الفريق الوطني سواء مع الكاميرون سواء مع نيجيريا هو الدفاع، هو اللاكس. يعني حميد مراكشي سامحني باللي اللاكس ضعيف. سامحني حميد مراكشي، سامحني، تحدثت لي على مبولخي وتحدثت لي على الدفاع. اللي يسمعك حميد مراكشي يقول انه لازم نغيروا كامل ليكيب تاع ليكيب ناسيونال، نغيروها ونجيبوا لاعبين، نغيروا الكارديان دو بوت، نغيروا مبولخي، نديروا له ايكيب، نجيبوا له لامسيا ولا نجيبوا له يسما ولا نجيبوا له جياسكا، نعطوه نهار اللي يولي كومبيتيتيف نجيبوه للفريق الوطني، باسكو الفريق الوطني ماشي حومه. والدفاع دفاع ثقيل، ثقيل بزاف، ثقيل ثقيل ثقيل، ما بلومي كيما راهي مكيلهم ثلاثه. ثقيل اخويا، شوف فيها ولا احنا ما نشوفوا فيها يا خويا، احنا ما راناش ضد منزي ولا ضد مجاني ولا ضد بالقروي، يعني الفريق الدفاع راه ثقيل في اللاكس، اللاكس راه عندنا ضعيف بزاف، لو كان كملوا بهذا اللاكس ما نحلموش نلعبوا كوب دي موند وما نحلموش ندو كوب دافريك. ما نكذبوش على الشعب، راه يكذب على الشعب. راه سمح لي
بكل احتراماتي للبلاطو اللي تما وبكل احتراماتي للسيد الوراوة، انا ما عندي حتى مشكل مع الوراوة، ما عندي حتى 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 فايده مع الوراوة. مي يكذب على الشعب باش يقول للشعب نروح للكوب دي موند ونروح لا، باش تروح كوب دي موند تروح وانت ما عندكش لاكس، تروح وانت ما عندك لاكس، ضعيف ضعيف وثقيل ضعيف، يا با كوفيرتور يا با اسمح لي حميد مراكشي، ولكن سامحني صح حميد مراكشي، ولكن هذا المنتخب لا نحكيو عليه كان في فتره كنا نقولوا راح لاكوب دي موند وجاب ربح بسبعه وكان منتخب مليح وفرح الجزائريين، علاش واش تغير من الفتره غير كيما والان هذه الفتره اللي انا نقولوا هذا المنتخب اللي تفضل احنا غيرنا في مده 5 سنوات غيرنا 10 تاع المدربين، يعني كل مدرب عنده طريقة لعب، وغيرنا في 5 سنوات 250 لاعب رانا واصلين. اسمح لي ما تقوليش غير سيفري هذا الفريق راح كوب دي موند ولعب كوب دي موند وكان، بس اسمح لي خويا احنا في 5 سنين راه عندنا 250 جواب، وفي 5 سنين راه عندنا 10 تاع المدربين. واسمح لي على كل حال وحاشاك وحاشا قدرك هذا المدرب اللي جابه حمار حمار نعم حمار. نعم يعني حميد مراكشي حتى حميد مراكشي حتى لو ربما ما نجرحوش ربما الناس، يعني حتى المدرب ولا اخر، يعني ربما المستوى تاعو ماهوش كيما مستوى المنتخب صح، ماشي غير المستوى تاعو، يعني مش غير المستوى تاعو، هذا المستوى تاعو ضعيف 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 مليار ضعيف 100%، يعني ما عيب عيب نجيبوا فريق وطني جزائري باللاعبين اللي عندنا بالقدره اللي عندهم يعني بتجيب له اونترينير، يعني هذا نعطيه انا المينيموم نعطيهم لهم انا اللي كافي وما نمدلهاش هذا السيد هذا، بس ما عندوش علاقه برأي. يعني ما كذبوش على روحنا يا خويا، ما عندوش علاقه، يعني الجزائر كبيره عليه، الفريق الوطني كبير عليه، كيف انت تجيبه وتحطه على راس يعني روراوا راه هو اللي سيدي، روراوا هو اللي رايح الفريق، روراوا هو باش يوصل دي جوار يطردوا ان اونترينير، يعني كاين ان غران بروبليم، يعني كاين ان كلون، كاين ان كلون في البيستير، كاين ان كلون في لوتيل. انا ما انا نكذب عليك خويا، ما نكذبش عليك، انا غادي نقول لك حاجه صراحه، غلطه كبيره في طردنا غوركيوز، غلطه كبيره في طردنا غوركيوز، ماشي حنا طردناه، يوصلوا لي جوار يبدلوا لونترينير، يبدلوا لونترينير تكراف صحيح تكراف للجزائر، تكراف للفريق الوطني. حميد مراكشي وصلت تحليلك كان مميز باستثناء كلمة واحدة، أرغب منك نحب منك تعتذر للجمهور على الكلمة اللي قلتها على ليكانس، على الأقل تقول ربما مدرب ماشي كبير، ولكن للجمهور فقط باش ما نسمعوش الجمهور مع العائلات، قل له أعتذر على ذيك الكلمة فقط في البلاطو إذا كان ممكن. نعتذر خويا بصح أنا نزعف كي نشوف الفريق صحيح الوطني. نعرفك تحب الجزائر صح. نعتذر سي نورمال نعتذر من نزعف كي نشوف الفريق الوطني، كيما نقول لك عندنا كاع لي مويا باش نقدروا نروحوا بعيد، وعندنا كاع لي مويا باش ندوا كوب دافريك، وعندنا كاع لي مويا باش نشاركوا لاكوب دي موند ونكونوا في نهائيات كأس العالم ونحتلوا كيما يقول لك المرتبة اللي تناسب الجزائر، باسكو في لو مومون بو لو مومون الجزائر أحسن فريق في إفريقيا. الو تجيب لي ان اونترينور يعني بصفه واحد والو كاع نقولوا والو، ما نقولوش الكلمه اللي قلتها، نقولوا والو كاع نقولوا والو كما يقولوا اصحاب الغرب، احنا اصحاب الغرب نقولوا والو، اي نقولوا والو ماشي غير والو تحت والو، نو عيب عيب عيب. حبيبي راهو يقولنا بلي احنا نحب الجزائر وانا نبغي الجزائر وتشوف، من بعد يجيب لنا ان اونترينور تاع 1000 فرانك، انا هذا نعطيه 100 دورو، نعطي 1000 فرنك، تعرف واش هي 1000 فرنك بالدارجه؟ 10 نعم 10 دينار جزائري. حميد مراكش يكون يعطيك الصحه، تهدر من قلبك صح، ويعطيك الصحه كثير ان شاء الله لما تجي الجزائر. انا حب الفريق الوطني اللي حب ولا ما حبش صح. حب من حبه وكره من كره، انا حب الفريق الوطني سيتو صح. صح صح، انا ما عندي علاقه لا بالمدرب لا براوراوا لا باللاعبين. شكرا جزيلا. حب الفريق الوطني صح. أوه ما ما اللي بغى اللي بغى يكره جمهور فوا. لا كنا نحبوا المنتخب المنتخب الجزائري أكيد أكيد. شكرا جزيلا حبيب مراكشي، بارك الله فيك يعطيك الصحة. شكرا جزيلا. إذا مشاهدي الكرام أعتذر بدل من هو اعتذر وقدم اعتذاراته على الكلمة اللي قالها، نحن في البلاطو نعتذر لأنه جات هذا هو المباشر، ولكن اعتذر خليناه يعتذر على الكلمة اللي قالها في حق ليكانس، اعتذر وطبعا هو مسؤول على كلامه ليس كلامنا. رفيق واحد محمد خزوني، نعاود نرجع بعد هذه الفواصل الإشارية لنتحدث عن مستقبل المنتخب، بعد الفواصل نعود، يبقوا معنا.
الغزالة الذهبية أضخم مركب بنسبة كبيرة في التأهل للمونديال مرور الكرام. فالرجل الأول في الاتحاد الجزائري ووفقا لمصدر جد مقرب منه شدد اللهجة مع لاعبي الخضر بعد مباراة نيجيريا وطالبهم بإهداء الشعب الجزائري كأس أمم إفريقيا متوعدا إياهم بالطرد من المنتخب الوطني في حال الفشل في بلوغ هذا الهدف المنشود. ذات المصدر المقرب من رئيس الفاف أكد على أن الأخير عقد اجتماعا طارئا أمس بسيدي موسى مع الطاقمين الفني والطبي وطالب الناخب الوطني جورج ليكنز بوضعه في الصورة بخصوص أداء الطاقم المساعد له، وأكد له على أنه يتوفر على الورقة البيضاء لطرد أي مدرب مساعد في الطاقم الفني. روراوا وعد بإحداث تغييرات جذرية قبل الكان على جميع الأصعدة دون أن يفوت الفرصة للوم قائد الخضر كارل مجاني على خرقه لتعليمات ليكنز ومطالبته للمدافعين بلعب خطة تسلل، ما جعل الفريق يدفع الثمن غاليا أمام نيجيريا. ويبقى الشيء الأكيد أن رئيس الفاف يتوجه إلى إحداث ثورة قبل الكان، فهل ستأتي أكلها أم أن دار لقمان ستبقى على حالها؟ تمكن عمر غريب رئيس مولودية الجزائر من إلى مرحلة ما بعد الخسارة بالنسبة للمنتخب الوطني أمام نيجيريا. آخر ما خرجات محمد روا رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم طبعا يهدد بعض الركائز من المنتخب ويصرح بأنه تتويج بالكان هو الأهم بالنسبة للمنتخب، وتحدث مع ليكنز وقال بأنه من لا يعجبك يجب أن تطرده. رفيق وحيد أي الإعلامي من صحيفة الخبر ومحمد خزنون يجدد بكما التحية. رفيق، مباشرة بعد الخسارة تحدثنا عن الخسارة وما حدث وفترة ما قبل مباراة الكاميرون، كيف وصل بهؤلاء اللاعبين لأن يتمردوا على المنتخب؟ روراوا فعلا جاب الكثير من المدربين، الآن هذا التصريح كيف قراءة أنت بالنسبة لروراوة تهديد عدد من اللاعبين؟ بالنسبة لكاس من لا يعجبك بإمكانك أن تطرده، بإمكانه أن يطرد العديد من العناصر البارزة في المنتخب؟ أولا أنا أعتقد جازما بأن ما حدث في مباراة الكاميرون أو بالأحرى في غرفة غير الملابس صنعه رئيس الاتحاد الجزائري، إلا أنه ما كانش يتوقع أن الفضيحة راح تكون مدوية وحب يدارك الوضع. ما كانش لاعب في المنتخب الجزائري ربما يتجرأ أنه يكسر كلام رئيس الاتحاد. اليوم هو حب يغطي ما صار في غرفة غير الملابس، حب ينحو هذا المدرب من الفضيحة لأنهم لحقوا القناعة وقامور المباراة على لوزوتو بأنه مدرب غير كفء، صابوا هذا السيناريو تاع المباراة بإيعاز من رئيس الاتحاد. ثانيا قلت لك رئيس الاتحاد يختار وقت للتايمينغ باش يجوز الرسائل المشفرة تاعو. شحال عنده ما راحش حفل تاع طون ديزانتينو تاع لاكوب لاجيري، عنده بزاف اليوم واحد القراءة سيارة عنده من نيجيريا ديريكت للتيراج باش يبان ربما حدث مهم باش يحضروا كأس الجمهورية. على نقراو له نية أخرى لأنه ما عندوش نية أخرى، هو عنده نية الحسابات. أنت من دار في بالك اللي يجي هكذا ما عنده كل حاجة مسطرة، لو فزنا في نيجيريا والله ما كان يجي للتيراج تاع لاكوب لاجيري. جاء خصيصا للتواصل مع الإعلاميين باش يجوز ميساج للرأي العام من بينها انه خلاص سي فري هذا هو هذه كره القدم، ويجوز يعني يكلمي لي ويقول لك بلي كابسول لا كوب دافريك، ما يديرش حاجه من العدم هكا اعتباطيه. رئيس الاتحاد الجزائري كان جا للتيراج سور جوست باش الكاميرا تدور به ويبدا يهضر ويخاطب في راي اللاعب الجزائري. قلت لي هل يمكن انه يطرد لاعب؟ نتحداه ويطرد ركيزه من ركائز المنتخب الجزائري، نتحداه يقدر يطرد بالقروي، يقدر يحبس زيتي، يقدر يحبس جوار. تقول بانه بالقروي لن يكون مع المنتخب الوطني لاحقا، وايضا حسب تصريحه قال لك انه مبولحي حسب اخر المصادر اللي نسبوها على روراوا قال لك انه مبولحي ان لم يجد ناديا ويلعب اساسي ما يجيش المنتخب. انا اشك انه ما يلعبش لكم يعني الا بالقروي. لا بالقروي لماذا؟ لانه بالقروي كان محسوب لاعب محلي، لانه زيفي يتحدث بهذا المنطق محلي وغير محلي. رئيس الاتحاد المنتخب منتخب رئيس الاتحاد الجزائري يكره كل ما هو محلي ولا مسؤول عن الاساسي. زيتي لعب لانه كان مهدي زفان جاز كارثه امام كاميرون، ما كانش حل واحد اخر. ربما لو كان خوالد ما تعرفش اصلا ما كان يلعب. كاين بعض المناصب وين دور لوبليغاسيون يلعب،
دون لوبليغاسيون يلعب ان ديفونس، ولكن كي تكون التضحيه كي تكون التضحيه باللاعبين الانتقاد نضحيو باللاعب المحلي. راني معاك انا كيما بالقروي جا كوتي دو لابلاك لعب اون دو مع موزوس، يعني ماشي هو خطا دفاعي، يعني كان لعبها بطريقه رائعه من الناحيه الهجوميه. لكن لحقنا اليوم المشكل محور الدفاع هو رئيس الاتحاد الجزائري وحده. هل رئيس الاتحاد الجزائري هو من يصنع لك اللاعبين يا رفيقي وحيد؟ من اين تاتي باللاعبين هذول؟ انا تحدثت على المدافعين، وين تجيبهم؟ بطوله لا تنتج، اللي يتحملها المسؤولين رؤساء الانديه المدربين في الجزائر، وخارجيا ما عندناش مدافعين ايضا في المستوى العالي. أوكي. ما عندناش اسماء مثل بوغرا ولا حليش ولا حتى مؤخرا بالكلام. معليش نهضر نتكلم معاك. المشكل تاع محور الدفاع قائم عنده بالك 5 أو 6 سنوات، في وقت سعدان صاب لها الحل، لعب في 3-5-2، دار هذيك تاع المنظومه الدفاعيه اللي على حساب ربما اللعب الهجومي ما يهمش. ولكن اليوم محور الدفاع راهو مش عنده مشكل كبير منذ سنوات. علاه اليوم انت علاه اليوم ما كناش، يعني صافي دو زاني او بارافو ما عطيناش اون شونس كامل الفرصه، ماشي ربع فرصه للاعب المحلي. كان عندنا بالعمري وكان عندنا شافاي وكان عندنا مباركو وكان عندك لاعبين نشفى في 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 دوري قطر. شافاي لعب مباراه تم حكم عليه بالاعدام لانه لاعب محلي، حكموا عليه بالاعدام، ما يلعبش ضعيف وما يقدرش. علاه؟ لماذا؟ علاه ما جبناش رامي بن سبعيني؟ علاه يا اخي؟ المشكل كان قائم. الى بريفيري يعني مديكو يعني تعليمه لرئيس لجورج ليكاس. جورج ليكاس يعرف رامي بن سبعيني؟ جورج ليكاس جا كيما ميلوفانا رايبوت فلان 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 في القائمه السوداء، ما استدعاش رامي بن سبعيني رغم انه كنا في حاجه ماسه الى اللعب او يلعب مع الفريق تاعو وعنده امكانيات. جورج ليكاس المسؤوليه في مباراه نيجيريا هو اللي قعد مع المنتخب في اسبوع واحد قبل ما نروح محمد خزروني. يا نعم. حكيم انا مانيش نحمل من دون المسؤوليه اللي عنده بالك مي با دي 15 جور على في المنتخب الوطني، لكن اليوم قلت لك الخيارات كانت عندنا بدائل، كان عندنا بدائل على الاقل رامي بن سبعيني كان قادر يجوز اكوتي. ولكن احنا اليوم رامي بن سبعيني وشافاي وبالعمري وهذا اللاعب مبارك واي لاعب واحد اخر كنا قادرين. احنا المشكل قايم ماشي من البارح، المشكل قايم عنده 3-4 سنوات. علاه ما خدمناش؟ يكون عندك انت انديتي اللي عندك مدرب كبير تخدم هذه التربصات المحليين اللي درناهم. علاش ما خصناش لحارس المرمى؟ ما خصناش للمدافعين باش مع الوقت يكون عندنا نقص سنترال؟ حنا ودينا نبيسو فري جوار وما نجيبوش رامي بن سبعين كي تجي على طاروكيا. نروحوا لنقطه اخرى ونروح لمحمد خزروني ايضا. هل الان اصبح كاس امم افريقيا هو الهدف اللي يتم تسويقه بالنسبه لمحمد روروا، وكانه الان اقتنعنا انه ما نقدروش نروحوا لكاس العالم رغم ان غانا قبل ما انهزمت امام مصر ولكن ناخذوا منها العبره؟ معليش قبل ما نحكي لك على السؤال تاعك نجاوبك بكل صراحه، في اي منتخب نعرفوا شكون هما لي ديفونسور؟ اي منتخب تحكم اي منتخب يوري لك بلي لا ريال دروا فلان لاكسونترال هادو هما لا ريال غوش هذا هو، الا المنتخب الجزائري عندنا 4 سنوات ولا 5 سنوات ما عندناش دفاع معروف، عندنا حارس معروف ولكن ما يلعبش. فهمت؟ وتقول عندنا منتخب جزائري كبير؟ هذا سؤال برك انا نسألك. نقول لك كيفاش اليوم المنتخب الجزائري؟ نقول لازم نكونوا عاقلين شويه ديفوا. انا مانيش كونتر لي جوار الجزائريين اللي يلعبوا في البطوله الجزائريه، ولكن راني ما كاش ثاني حتى عامل كبير من عند الانديه، باش ما نحصلوش غير في لي جوار. حنا اليوم المنتخب الجزائري ما عندوش دفاعيين كيما احنا نقولوا دي ديفونسور على اوتور تاع منتخب جزائري. عندنا بريكول يا اخي هكذا سامحني سامحني في الماتش تاع لوزوتو برك الماتش تاع لوزوتو لا رفيقه يقول عندنا لا داتسي تقول ما عندناش رفيقه يقول لك نقدر نجيبو لا لا ماشي بسهوله ماشي بسهوله اللي يهضر فيها رفيق سامحني رفيق واحد تصور راه في بلد اسمه البرازيل يقدر يجيب لاعبين لا 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 انا لا لا سامحني تفضل يا واحد ماناش في البرازيل لا في الجزائر في الجزائر يقدروا يكونوا لاعبين لي ديفونسور في لاكس سنترال اللي عندنا كانوا خريجين المدارس الجزائريه بالكلام عندك رفيق حليش ولعب ديجا عبد القادر الله يفاوض معليش انا ما قلتلكش رفيق انا اسمح لي معليش في السؤال برك انا كنت فهمك باللي كنا قادرين هذا المشكل يا اخي المدارس انتم ما تجيبوا من المدارس الاوروبيه راه حنا تحت رحمه المدرسه الاوروبيه المدرسه الاوروبيه ما كونتلكش سنترال شوفوا في المدرسه الفرنسيه روحوا يعطيونا لاعبين
لقوهم عندكم ربع، احنا واش نديروا؟ احنا دايرين بطوله وصرفين عليها الدراهم وكلش، احنا نديروا ربع فرصه للاعب اللاعب عندك رامي بن سبعيني، عنده تكوين مليح على ما جابوش رامي بن سبعيني. عندك قلت لك كنحبسك بلاصات فيفا اللي جاز تاع الخرانيه اللي لعبنا مع لوزوطو. يا ناس لوزوطو هذه كان اخر مباراه في تصفيات كاس امم افريقيا، كنا متاهلين للاكان وكنا قاعدين نديروا برمجوا مباراه وديه في بلاصات فيفا هذيك. سمع كان عندنا زوج مباريات في بلاصات هذيك، علاه ما جبناش دي جوار من الشامبيون ناسيونال اللي كانوا باينين؟ اسمح لي شيخ، لعبوهم في مباراه اوفيسيال يعني طلع هذاك على السنترال في بتاع لوزوطو. يا اخي رانا كاليفي ونزيدوا نستغلوا نستثمروا في بلاصات فيفا ونبرمجوا كيما المنتخبات المحترمه ونجيبوهم. ما درناش هذا الشيء، لعبنا هاد لي جوار. يا رفيع انا خليني باش نشرح النقطه، انا خليتك تكمل اخر، خليني نكمل. انا مانيش نقول لك على المنتخب الجزائري اليوم ما عندناش لاعبين محليين، عمري ما قلت انا وما قلتهاش. نعرف باللي الجزائر عندها لاعبين وعندها لاعبين لاباس بهم، ولكن الوقت هاني جايك قلت الوقت ما كاش بهذو الناس. ماشي اليوم عندك مقابله ضد المنتخب النيجيري تروح تجيب زيتي يديروا في مقابله هذا، قلت له مشكل قد حملاوي. انا نقولها لك اليوم، انا كنت جيت في بلاصه زيتي نخاف على روحي، نقول لك انا نخاف على روحي، جبتني في مقابله ضد نيجيريا وانا ماشي محضر روحي معنويا. ما لازم نختاروا لي زوتو والسيشيل باش نختاروا. ماشي تختار لي زوتو، اسمح لي يا حكيم، ماشي تختار لي زوتو. عندنا لاعبين لوكادو بسبعيني، انا شاطره لوكادو بسبعيني فيه مشاكل، واش دخل الجوار؟ بسبعيني هو اللي يدير لو رول تاع ليبيرو، عنده ديجا سي تا جواب دو بوليفالون. هاني جاي بسبعيني هو من سينقذ الدفاعيه تاع الجزائر. بسبعيني ما يسبعيني، اسمح لي، بسبعيني جواب بوليفالون، بسبعيني ما يلعبش اون دو مع موزيس، بسبعيني ما يكسرش مورجي بالطريقه السجل اللي داري عيسى مالدي. ما تبداوش احنا كنا ما عندناش خلي باش كيفاش هذا روبرتو كارلوس. عندنا دي جوار، عندنا دي جوار مويا، عندنا دي جوار مويا اللي هما ينجموا اليوم. باسكو علاه اليوم رانا نتكلموا بالطريقه هذه؟ باسكو المنتخب الجزائري كشون حنا درنا ما بيناش المنتخب الجزائري ما دارش لي رياكسيون. انا علاش حبيت راني موافي على لا رياكسيون اللي قالوا عليها اللاعبين اللي هما كانوا سبب، وهذا السبب كما قال ماهوش وحدهم، لاعبين عمرهم ما يديروا حاجه في المنتخب الجزائري لو كان ما تكونش عندهم حاجه من الفوق. هذه حاجه عاديه. انا نطرح لك سؤال اليوم، انتم كونتي ساجي جوار لوكال، انا نقول لك المدرسه الجزائريه عقيمه، ولكن يجي منها العقيمه، يجي منها 2-3 جوار ملاح. علاش ما نجيبش انا عبد اللوي تاع اليسما اللي دار لي جوز اولمبيك؟ علاه ما نجيبش بنكيت لاريير دروا تاع اليسما اللي دار لي جوز اولمبيك؟ علاه ما نجيبوش نضعوا في القائمه؟ علاه نضعوا في القائمه؟ علاه تبدا لعبوا اساسي امام نيجيريا؟ ملي تقول لك لعبوا اساسي يا ناس تقوموا لكم، يا ناس هاد لي جوار بالخماسه وخماسه لاعب رايع في القائمه ولا تشكيله اساسيه؟ تضعوا في التشكيله الاساسيه، اسمع تضعوا في التشكيله الاساسيه امام نيجيريا نعم او لا؟ يا تضعوا في التشكيله الاساسيه. خليني نهضر معاك، خليني نكمل معاك. نبدا نديروا في التشكيله الاساسيه، وراه المشكل امام موزيس، وراه المشكل علاه؟ وراه المشكل علاه؟ شوفوا ربع لاعب انت، لا 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 راك تشوفوا ربع لاعب، لا نحكم على اللاعب يعني، ولكن في مباراه مصيريه من جهه تقول لنا يعني من جهه نتحدث على زفان، من جهه يتحدث محمد خزوني على زفان في مباراه مصيريه. لماذا يجوز للاعب المكون في المدارس الاوروبيه ارتكاب الاخطاء ولا نمنح اللاعب المحلي فرصه لارتكاب الخطا؟ لماذا؟ خليني نشرح. انت راك فوكاليزي، انت اسمح لي شيخ ما نكمل هذا الديتاي. انت حبس لي في مباراه نيجيريا، انت ما تشوفش قدامك، شوف ماكرو، شوف من البعيد، واش لحقنا مباراه نيجيريا وما عندناش مدافعين. قلت لك البروبليم بالطروح عنده مده، من المفروض صافي دو زاني اون اريير على ليميت نالي خلاص لي جوز اولمبيك. عندك عبد اللوي، انا عندي حاجه خارقه للعاده، بنقيت حاجه خارقه للعاده، ندخلوه في لوبا مع ليكيب ناسيونال، نجيبوهم نديرو دي ستاج وحدهم بشويه ونحطوهم يكون، ولا ما كانوش واجدين ولا عندوش مؤهل باش يكون تيتيلاري. با بروبليم على روى يقول بانه نسب عليه وانا ليس متاكد، قال لك انه لو تجي ليه يجيب كل لاعبين من خارج الجزائر حتى في الاصناف الصغرى، لانه يكره برك اللاعب المحلي، يكره اللاعب المحلي، يخليه يكره، يكره يعني. لا يكره كل ما هو محلي. لماذا؟ ما هو هو هذا عنده حق في كل ما لا بلي سقتي، وهو خليني نروح رفيق واحد لاعب كيما دم لعب لي جوز اولمبيك، على ما كانش قادر يلعب في المباراه كيما هذه. نروح للمره الاخرى، هل قادرين الان اسطوانه محمد روروا؟ نعم معليش معليش قبل ما نقول مع حكيم باسكو معليش خمس دقائق خلوني هما. نعم تفضل. اليوم الفريق الاولمبي اللي راه دار 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 مشوار لاباس به، هذا ويتا ومن بعد يروحوا مساكن من ليكيب اولمبيك يروحوا ديورهم.
يروح يديرهم على حساب الحطة. احنا ما قلناش ما شكوا لا في اللاعبين توانا، هادو جزائريين وهادو جزائريين. هذه اللي حبيت نوصلوها للشعب الجزائري، علاش نديروا التفريق ما بين اللاعب على المدافع؟ على المدافع يا رفيق، على المدافع يا رفيق، مانيش نهضر على الخضره، مانيش نحوس نوصل لبيت بيت القاتل. هو اللاعبين هادو المحليين وهادو اللاعبين يلعبوا في اوروبا. اليوم كاين مقابلات اللي لازم يكونوا فيها لاعب محليين، باسكو علاه افريقيا ماشي اوروبا. افريقيا كاينه طريقه واحده اخرى في اللعب في اوروبا. على افريقيا ماشي اوروبا، دونك شوف الجزائري عنده كل قائمته من خارج الجزائر، والله غير قلت لك، والله غير قلت لك، معليش قلت لك. محرز تحب ولا تكره، لاعب كبير، لاعب راهو راه مكلاسي بارمي لي دي مود. صح، كيما اليوم مقابله ضد نيجيريا ما عرفناش باللي محرز، علاش لازم تتسائل، لازم تتسائل تقول علاش محرز ما دارش. يا هتقول علاه طايدار او يلعب في بولونيا ماهوش يلعب في فريق نيبورت كان، علاه اليوم ما دارش منذ ما جاء وما قدمش الكثير تاعك بالنسبه للمنتخب. تما هادو يفولي رومبلاسي، عندي نقطه يفولي رومبلاسي، واضح لازم تبدلهم. نقطتين مهمتين في اي مباراه، في اي مباراه ماشي مليون، ماشي مليون هذاك واحد. نقطتين مهمتين سأتحدث عن الصف اللي قال لك محمد الروراو انه أشار، طبعا أشار الإبقاء على هذا المساعدين، ولكن إمكانية تدعيمهم ترى بأنه قادرين يضيفوا اللي كان شيء لو ندعم، ولكن ندعم من بمن؟ أولا يزيد المنصوري ما عنده شهادة تدريب، يعني حير كيفاش انا حاسبينه مدير مساعد، كيفاش فرضوا رئيس الاتحاد الجزائري المحترف الذي يصير اتحاديه محترفه يفرض علينا مدرب ما عندوش شهاده. حاجه ثانيه نبي نغيز، انا بور مو قلتها ونعاودها، زايد ناقص المنتخب الجزائري، زايد ناقص يبكي في النشيد القسام، كثر خيره صحيح حسسنا احنا جزائريين ونفرحوا بزاف، ولكن ما عنده حتى حل علاقه بالتدريب. المدرب اللي ما يفرضش السلطه تاعو والمنطق تاعو على في لو ستاف تكنيك، المدرب اللي يقولوا له فوق تقول كيف انت مدرب مساعد الرئيس الاول المنتخب الوطني بصح تهتم بالمحليين، وحتى لاعب محلي ما يكون في المنتخب الجزائري، هذه اهانه كبيره. ولا افريقيا قادرين ندوها؟ قال لك حسب ما نسب لي الروراو قالوا كل ما نديوش كاس افريقيا بهذا الجيل وقتاش نديوها. ولو كان هذا الكلام جاء لذر الرماد في العيون من طرف رئيس الاتحاديه وامتصاص غادي بالشارع الجزائري، وانه اصلا هو ماهوش مقتنع ندو لا كوب دافريك وما نديوش لا كوب دافريك، يعني صعب يكون لنا معجزه المعجزات. ولكنني كمناصر ورايي الخاص لما كنت حد رئيس الاتحاد يشاطرني لانه هو كلمه حق يراد بها باطل. انا مقتنع نقدر نروح المونديال، انا مقتنع دو جورني تروح المونديال، نقدر نروح المونديال، ايه نقدر تخلينا بغض ما نقدرش ندير كاس افريقيا، فيها في لو جو دو كوليس صعيب شويه تدير لا كوب دافريك باسكو فاز فينال تجيري ديماج تروح لكاس العالم ما فيش كواليس مع حياته الكاميرون بلادو نيجيريا. نعم الكاميرون ما طرحش لا كوب دي موند دونك تروح نيجيريا. لا فاز فينال سي تجرى في الدوري في بلاد وحده في 21 يوم، ضغط كبير، مباريات متتاليه فيها شويه. ولكن لا كوب قلت لك لا كوب دي موند، انا رايي ومانيش نقول لك انا عندي الحق، انا قلت لك مانيش عندي الحق، انا دو جورني وبغض النظر على واش كاين لاك سونترال والمشاكل اللي صراو نهضر لك ماتيماتيكمون بارلو. يسمعوا لك يسمعوا معليش انا نوزن كلامي على بالي واش راني نقول. ماتيماتيكمون بارلو ريان ني بيردي، نقدر نروح نربحوا في لا زومبي ونربحوا روتور مع لا زومبي. خلينا نهضر نربحوا والله لي روتور مع لا زومبي. لا زومبي لو بروشام ماتش في لا زومبي هو نيجيريا كابرون على روتور لازم يديروا. لا يا سيدي ما يديروش، ما نديروش ماتشين نروح معاك بعيد. نيجيريا تربح ادوميسيل مع الكاميرون ندير ماتشين وتكمل تراسا ونكمل تراسا. لو جول افيرا جينيرال هو اللي يبارطاجي. لكن ما خلانا والو بالنسبه قادرين. علاش ماشي قادرين؟ انا دائما نقول كاين الحظ وكاين الطريقه تاع الجزائر كيفاش بنفس الوضع، ولكن لا لازم تتغير امور باش نروحوا. ميم دوك انا ما نشاطروش حتى في الكوب دي موند، باش نروحوا كوب دي موند لازم ثاني تتبدل الامور، تتبدل حتى العقليات في اللاعبين، وحتى انه رئيس الفيدراليه لازم يشوف امور بزاف في الفريق الوطني اللي ما راهيش الدور عادي. حسابيا بغض النظر واش يصير خصك حسابيا نقدر نروح. رفيق واحد يعطيك الصحه، شكرا جزيلا لكما على هذا النقاش، شكرا لكم مشاهدي الافاضل، التقيكم دائما على ورق.